مباشرة من تل أبيب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. سيد أوفير، في البداية ماذا بعد رفض إسرائيل لمضمون قرار مجلس الأمن؟ ما هي الخطوات التالية التي من الممكن أن تتخذها؟ إسرائيل طبعا اتخذت عدة خطوات ضد الدول التي قدمت هذا القرار مثل نيوزيلندا والسنغال. تم استدعاء سفيرين في هاتين الدولتين إلى إسرائيل للتشاور، وتم قطع المساعدات الإسرائيلية إلى السنغال. يعني يوجد ثمن لهذا القرار المشين الذي يدمر عملية السلام. نحن نريد إحياء عملية السلام، نريد استئناف المفاوضات، ولكن من خلال هذا القرار الطرف الفلسطيني يعتقد بأنه لا داعي للعودة للمفاوضات. يعني هذا القرار يعزز التعنت الفلسطيني ويبعد السلام أكثر عنا، ولذلك نحن نرفضه رفضا قاطعا. نعم، ونتائج هذا القرار يعني كيف ستتعاملون معه؟ اولا بالنسبه يعني للمسار العملي، لا تاثير لهذا القرار على الارض. يعني نحن نعتقد بان البناء في يهودا والسمرة هو بناء مشروع وفقا للقانون الدولي، لان هذه الاراضي ليست محتله، هي لم تحتل من اي دوله. والقانون الدولي عندما يتكلم عن اراضي محتله يتكلم عن اراضي احتلت من دوله اخرى، ولكن لم تكن هناك اي دوله اخرى. ولذلك نحن نرفض هذا القرار وتفسير للقانون الدولي لهذا القرار. بما يتعلق بعلاقاتنا مع الدول المعنية ومع الأمم المتحدة، فرئيس الوزراء نتنياهو أوعز هذا المساء بقطع التبرعات المالية الإسرائيلية إلى خمس مؤسسات أممية، وسيكون هناك واضحا بأنه يوجد ثمن لهذه الاستفزازات ولهذا الالتفاف على عملية السلام. نعم، يعني فور صدور القرار أعلن من جانب إسرائيل أنكم تأملون بفتح صفحة جديدة خلال عهد الرئيس الأمريكي المنتخب والأمين العام الجديد للأمم المتحدة، ما الذي تعولون عليه؟ صحيح، الرئيس المنتخب ترامب قد قال أمس إنه بعد ولايته كل هذا الأمر في الأمم المتحدة، كل هذه الأوضاع في الأمم المتحدة، عندما يتم التمييز ضد إسرائيل، عندما تتم ملاحقة إسرائيل، كل هذا سوف يتغير، وهو أيضا يرفض هذا القرار. ونواب جمهوريون وديمقراطيون في الولايات المتحدة أيضا رفضوا هذا القرار. يعني خلينا ننظر إلى من رحب بهذا القرار. حماس والجهاد الإسلامي وهما تنظيمان إرهابيان فلسطينيان رحبا بهذا القرار. يعني هذا مثل كأنه داعش يرحب بقرار اعتمده مجلس الأمن. يعني هذا هو أمر يعني غير مقبول إطلاقا، وهذا هو الدليل على معنى هذا القرار، المعنى الحقيقي لهذا القرار. هذا القرار يعزز أعداء السلام، هذا القرار سوف يعزز الإرهاب الفلسطيني، ونحن لن نرى الآن أي عودة فلسطينية إلى المفاوضات. يعني كل من يعتقد بأن هذا القرار سوف يساهم في دفع عملية السلام قدما، العكس سيحدث. طيب، سنرى تراجعا كبيرا وملموسا في عملية السلام للأسف الشديد، لأننا أردنا أن نعود إلى المفاوضات. نعم سيد أوفير، يعني قلت أن حماس والجهاد رحبت بهذا القرار، المجتمع الدولي رحب بهذا القرار، الجامعة العربية رحبت بهذا القرار، ما هو موقف إسرائيل من الاجتماع الدولي الذي دعت إليه باريس في 15 من الشهر المقبل بهدف إحياء عملية السلام مرة أخرى؟ المجتمع الدولي للأسف خيب آمال دعاة السلام في المنطقة وفي إسرائيل. يعني نحن أردنا أن تمارس الضغوطات على الطرف الفلسطيني لكي يعود إلى المفاوضات، لأن المفاوضات أو عملية السلام مبنية على مرجعية واحدة، وهي التفاوض المباشر من دون شروط مسبقة. ولكن الطرف الفلسطيني منذ سنوات يرفض التفاوض معنا ولا يريد التواصل إلى حلول على القضايا العالقة، لا يريد التواصل إلى حل في قضية المستوطنات وفي قضية الحدود وفي لاجئين وفي أورشليم وكل هذا، ولا يريد المفاوضات، ويعتقد بأنه يستطيع أن ينتزع إنجازات من خلال التدويل، من خلال اللجوء إلى الأمم المتحدة. ولكن على الأرض هذا لن يجدي نفعا. الحل الوحيد يكمن في المفاوضات وفي قيادة فلسطينية مسؤولة تريد السلام، ولكن نحن لا نرى هذا الواقع الآن. لا نرى قيادة فلسطينية تريد السلام، ومن يريد أن يخلد الصراع فلذلك تداعيات. الطرف الفلسطيني سوف يدفع الثمن، لأن الأمل الوحيد للطرف الفلسطيني في نهاية المطاف هو التواصل إلى سلام. من دون سلام مع إسرائيل الطرف الفلسطيني سوف يعرك بكل هذه المستنقعات الدموية التي نراها في الدول العربية.
أليس كذلك؟ يوجد اقتتال داخلي في الطرف الفلسطيني، حماس تريد أن تستولي على الضفة الغربية، من دون سلام هذا ماذا سيحدث؟ شكرا لك أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، كنت معنا من تل أبيب.